ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قررت ان انا اعمل معاكم الناجتس على اصوله، تمام؟ النهارده هنعمله مع بعض. معانا كيلو من البانيه على الوراك اللي هي الشيش، تمام؟ الشيش من غير الجلد بتاعه. نص كيلو بانيه مفروم عليه نص كيلو من الشيش عشان تديكي طعم حلو، ما تبقاش عاملة معاكي زي العيش. طيب هنحتاج معانا ايه كمان؟ المكونات بتاعتنا معايا على الكيلو 4 معالق من النشا، معانا بيضة، معانا معلقة من ال7 بهارات، معانا فلفل اسود، ومعانا ملح، ومعايا دي بودرة زعفران لونها اصفر عشان يبقى لونه كده من جوه غني وجميل، ومعايا دي نص كيس من البيكنج باودر، تمام؟ معانا ايه كمان؟ معانا هحتاج خلطة الكفتة، دي بتديها طعم حلو قوي قوي يا جماعة، يعني جربوا بقى. هنحط فيها كيس خلطة الكفتة دي، بتوديكي في حتة تانية خالص. ومعانا كمان كيسين من خلطة اللي هي الفيجيتور، دول اللي هم البودرة دول، تمام؟ اللي بتبقى بودرة دي، دول هنحطهم فين؟ هنحطهم هنا على طول. هنشوف كده مع بعض هنشتغل ايه. دي المقادير بتاعتنا، تعالوا بقى نشتغل مع بعض على طول. هنشتغل كده، هننزل مع بعض بالبانيه بتاعنا بالشكل ده اهو، اللي هو معاه الصدور اللي هي الوراك بالشكل ده اهي، طبعا هيكون في التلاجة. هنحط الكيسين اهم بتوع على الكيلو، تمام؟ الكيسين بتوع الفيجيتار بالشكل ده كده اهو، وهننزل بخلطة الكفتة. طبعا الحاجات دي بيبقى فيها ملح، فاحنا نخلي بقى ايه، نراعي بقى موضوع الملح، فما نحطش ملح غير لما نشوف كده الدنيا يبقى فيها ايه. هنا انا حطيت ال7 بهارات، بس انا حاطه مع ال7 بهارات فصين حبهان مطحونين، وادي البيكنج باودر اهو، وادي بودره الزعفران اهي، وادي ال4 معالق النشا. اللي عايز بقى يبشر بطاطس ويحطها معاها مفيش مشكله خالص، هتزود معاكي الكميه وهتديكي كمان قيمه غذائيه عاليه، بس لما تيجي تحطي البطاطس صفيها من الميه بتاعتها علشان ما تفكش معاكي، يعني تاخدي التفل بس بتاع البطاطس. احط الفلفل واحط الملح قليل قوي بالشكل ده. كل ده بقى هنعجنه مع بعض اهو. دي كده بقى اصولها زي ما انتم شايفين كده اهو، هتتعجن وتتشكل. شكليها بقى عندك اشكال بايدك كده، اعمليها زي ما انت عايزه، تمام؟ بس اهم حاجه احنا عندنا زي ما قلنا ايه، اللي هو الكورن فليكس ده بيديها ايه، قرمشه. ولا هنعمل بقى كفر بقى، لا بيض ولا بقسومات ولا دقيق ولا الكلام ده خالص. اهم حاجه ان احنا بس دلوقتي في المرحله دي نعجن كويس جدا، وبعد كده نرجع مع بعض نشكلها. تعالوا بقى بعد ما خلصت كده اهو، وطبعا زي ما بقول لكم لو عايزين تحطوا فيها البطاطس مفيش مشكله خالص، هتديكي كمان كميه اكبر بكتير والطعم مش هيتغير، بالعكس الطعم هيبقى حلو قوي. المهم ان احنا ايه، هنعملها بقى كده اهو. بصي اشكال كده اهو، ما تخليهاش تخينه عشان اللحمه ما تبقاش نيه من جوه، خليها رقيقه كده اهو بالشكل ده. وبعد كده اهو هنجيب الكورن فليكس بتاعنا بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا نعمل كده ونعمل كده اهو اهي، هنغلفها كده اهو على طول بالشكل ده، تمام؟ وهندوس عليها عشان ما يطلعش يتحرق في الزيت. طبعا تقدري ان انت تفرزيها وتحطيها عندك في الفريزر، تبقى جاهزه معاكي في اي وقت بالشكل ده. هتجيبي اكياس وهتحطيها على اي طبق وهتدخليها الفريزر تتجمد كل واحده لوحديها، وبعد كده بتطلعيها تقليها في الزيت وهي متجمده، ما بيحصلش اي حاجه خالص. ودي بتبقى معانا من اهم تفريزات رمضان، بتبقى معانا مطلوبه جدا جدا، عشان انتوا عارفين الولاد ما بياكلوش طبيخ، وساعات كتير يعني كل الناس بتحب تاكل طبيخ، تعمل طبيخ، فعشان تراضي فبتاخدي من دي وبتطلعي تقلي على قد الاطفال مع شويه مثلا بطاطس ولا حاجه. فده بيبقى شكلها كده اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهو. اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني نشوف النتيجه عامله ازاي. كده اللي طلع معانا من كيلو من البانيه اللي هو نص بانيه ونص اللي هو الوراك المخليه، زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، طلع معانا 55 قطعه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تيجي بقى نقلي مع بعض ونشوفها هشه من جوه ولا مكتومه، يلا بينا. تعالوا بقى بعد ما سخنا كده الزيت بتاعنا، تمام؟ هنبتدي ننزل، هي المفروض ان هي ترتاح شويه في الفريزر، بس احنا هنقلي على طول عشان اوريكم ان هي ايه
دي هتحلو اكتر كمان لما تسيبيها شويه في الفريزر وتطلعيها وتيجي تقليها، تبقى احلى كتير بالشكل ده كده اهو. الزيت كده يعني يكون مغطيها شويه زي ما انتم شايفين كده اهو، وكمان بنهدي النار عشان ما تتحرقش معانا، عشان تستوي على نار هاديه. هنهدي النار كده شويه، ولما تطلع هوريكم شكلها هيبقى عامل ايه من جوه. بس عايزه اقول لكم على حاجه بقى، فكره البيضايه مع البيكنج باودر نفسها بتخليها من جوه هشه ومش مكتومه، يعني هشه ومش مكتومه كده، وان احنا كمان ما نعملش كفر من بره بيض وبقسماط ودقيق، ده كمان بيساعد على التسويه من جوه، وما يبقاش الكفر من بره مستوي ومن جوه اللحم بيبقى ني. تمام، ودي من احسن التفريزات اللي الناس كلها بتحبها جدا، لان دي كمان غنيه باللحمه بس، يعني ما فيهاش اي اضافات، بس انت تقدري تحطي معاها بطاطس هتديكي كميه اكبر زي ما انا قلت في اول الفيديو. وادي الناجتس بتاعنا اتحمر بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تمام الشكل ده، ومقرمش جدا اهو، ولونه حلو والكفر ماسك عليه. قلت لكم الكورن فليكس ده حلو جدا، وبيدي كمان طعمه حلو غير البقسماط. البقسماط بيتحرق بسرعه، ده ما بيتحرقش معاكي بسرعه، بيقعد فتره فبيسوي معاكي. هنفتح بقى واحده من جوه ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه، يلا بينا. وبالنسبه بقى لطريقه التفريز بتاعته في الفريزر، بنجيب في الاطباق دي تمام، والكبيره او الصغيره على حسب عدد افراد الاسره عندي، وبنجيب الاكياس دي او بنجيب اكياس ثلاجه وبنفتحها، وبنبتدي بقى ان احنا نرص كده اهو بالشكل ده. طبعا انت عايزه تجمدي جمدي، مفيش مشكله خالص، مش عايزه تجمدي برده ما تجمديش، انا عارفه ان هو مش هيلزق في بعضه خالص، لان الكورن فليكس حلو جدا. وهبتدي ان انا احط الكيس بالشكل ده، وابتدي ان انا احط تاني طبقات تاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد لما اعمل الطبق على قد المره اللي انا هعملها، ونطلعه يفك شويه صغيرين، وبعد كده نبتدي نقلي على طول. يبقى ده كده معايا طبق جاهز معانا من احلى تجهيزات رمضان معانا، تمام. ممكن ان احنا نحط كمان كيس تاني معانا بالشكل ده، اوريكم ادي حته كيس اهي، تمام بالشكل ده. نجيب طبق تاني ونقفل عليه كده اهو، ونقفل عليه بالاسترتش بالشكل ده، نقفل عليه، او لو ما عندكيش الاسترتش تحطيه جوه كيس من اكياس الثلاجه. وبنجيبي ده من عند اي مكتبه استيكر، قولي له الاستيكر اللي بنلزقه على الحاجه في الثلاجه، وتبتدي ان انت تلزقيه وتكتبي هنا اهو اسم الحاجه اللي انت هتحطيها في الفريزر، وبيبقى عندك الفريزر بتاعك منظم وفي حاجات حلوه كتير. وانت من تجهيزات احلى تجهيزات رمضان عندك الناجتس، وكمان بيوفر معاكي لان الكميه كبيره قوي قوي، عملت معايا 55 قطعه من كيلو واحد من البانيه، ولو حطينا كمان البطاطس زي ما بقول لكم هيدينا ولا ال 150 قطعه. طيب بيقعد معانا قد ايه في الفريزر؟ بيقعد معانا لمده 6 شهور زي الفل، ما بيحصلوش اي حاجه. وعايزه اقول لكم ان انا عندي طلبيه كبيره جدا من الناجتس من ضمن تجهيزات رمضان. بتبيع الكيلو بكام يا جيجي؟ الكيلو عليه عرض مع العرض الجديد اللي هينزل ان شاء الله، الكيلو ب 150 جنيه. ادي النتيجه بعد ما طلع معانا بالشكل الجميل ده. تعالوا بقى اوريكم ان هو مقرمش معانا، تمام حلو قوي، كمان مش شارب معانا زيت، ما بيشربش زيت. ليه بقى؟ عشان الكورن فليكس ما بيخلوش يشرب معانا زيت. عايزين بقى نفتح كده ونقول بسم الله اهو بالشكل ده. بصوا الفراخ بتاعتنا من جوه مستويه ازاي، شايفين؟ وطريه وجميله وجوسي. تعالوا بقى ندوق ونقول بسم الله، تحفه حلوه قوي، طعمها خطير خطير خطير. طعم كفتة الفراخ مخلي طعم كفتة الكيس بتاع الكفتة اللي احنا حطيناه ده، خلطة الكفتة مخليها رايحة في حتة تانية خالص. طعمها كفتة جدا جدا جدا، كريسبي قوي. بصوا القرمشة، بصوا طرية من طرية من جوه، طرية من جوه ومقرمشة من بره، مقرمشة قوي ومستوية، طعمها حلو قوي قوي. مستنياكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها، ويا رب النهارده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون كمان نالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت نعمل له شير كتير ونحط لايك كتير، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديوهات تاني احلى واحلى من مطبخ جيجي على قد ايدي. مع السلامه.